صاحب أول دويتو في حياتي الأستاذ محمد عبده، دويتو رسمي قلت فعلا محمد عبده. تعليقك إيه؟ لا أنا بس أبي من الله يطول عمره، لأنه أنت تتكلمي عن رقي كفن ك... لا محمد ما أعرف، أحس اسمه مختصر يعني، أحس بس بقول الله يطول عمره، وموضوع ما تاجرت فيه أنا أبدا. صاحب فضل عليكي؟ ليه فضل؟ ما في حد له فضل على يبقى حد، يبقى أعمل لك حاجة حلوة بس. ثانك يو كده تمام؟ يس أكيد. إحنا عندنا في الخليج وبرا الخليج وفي العالم العربي ما في انسان غنى مع هالانسان الا وتاجر، وانا غنيت مع محمد عبده. لا 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 لا، في ما احب اكون متسلقه، هو لو ما حبني وشافني انه انا اسوء اقف جنبه واني انا اغني معه اول ديو معه ما حيخاطر بتاريخه يغني معي. ليش؟ صدقه جاريه، انا احبه واحترمه وهو يحبني بالمقابل، واحنا كثير، انا كثير كشخص احبه. التصريح اللي بعده يا شمس، خلافاتي معها لا تنتهي. خالتي أم زكي. مين خالتك أم زكي؟ ما أعرفش، بنت تقولي لي خلافات شو أقول لك؟ أنت اللي قلت. أنا عارفة أنت شو تستبين تعرفين. بس نو أو نوت سيد. طبعاً هي أنا اللي قلت. أحلام نشوف الصورة. بس ما ينفعش أجيب شمس وما أسألهاش عن أحلام. ليه ليه؟ هقول لك ليه، لأنك ولا مرة كنت مقنعة. دايماً بنسألك أنت ليه على خلاف معها؟ ما فيش أي إجابة مقنعة. وضروري أقنع مين؟ جمهورك. وليه؟ ما أنت فنانة وأنت ملك جمهورك. ليه ملك جمهوري؟ على أي أساس؟ شنو علبة مناديل أنا ملك جمهوري؟ يعني ملك نفسي أنا. جمهورك أنا... بيحبك وعايز يعرف. ما طيب جمهوري مش يحبني؟ طبعاً بيحبك. تمام خلاص يحبني زي ما أنا كذا. ما هم عايزين يعرفوا. يعرفوا. أدينا بنحاول يعرفوا أنت ليه عندك خلاف مع أحلام. والله أنا والله بنضم لهم وعاوز أعرف. انت نفسك مش عارفه؟ واقسم برب العزه انا بنضم مع الفانز حقي، وكلنا نسوي جمعيه اسمها عاوزين نعرف.